دقيقة واحدة. إذا عالية هذه خطيرة ممكن الثاني أوه خطيرة كانت. إذا كانت خطيرة لنادي أربيل. في إبعاد هذه الكرة بينما من الجهة البعيدة لا زالت قائمة لسيفين منصور، لكن سهلة للحارس علي فيصل. سيفين منصور يتواجد أربيل في مناطق الوسط الدافئة على كل انطلاقة من فارزان شيرزاد، تمريرة ياسر سلام لكن تصويت في المناطق الدفاعية. نعم هنا لاحظ كان ممكن تتمرر أو تصوب. على كل تلعب هذه الكرة من رواهي موسيم إلى فارزان شيرزاد، إذا ياسر سلام ممكن خطيرة. الثاني جول للمرة الثانية. لاحظ هنا محاولة جميلة من فارزان شيرزاد، وبدأ هنا اللاعب ياسر سلام يعطي أفضلية وقال له روح سجل على راح هاجم السوري ماركا سورية صاحب الثنائية يعطي الأفضلية الأربيلية. لاحظ ممكن الثالث ياسين لاعبين، لكن وين المشكلة بفريق الميناء؟ على كل فارزان شيرزاد قد يأتي بالرابع. فارزان لكن انقطعت الكرة كبيرة، ولهذا يعني نلاحظ أن الدفاع قل لاعبي نادي الميناء. كرة تلقي الهدف الثالث، وهنا أيضا هذه الحالات تترك لبرنامج من الشوط الثاني. ولن نلاحظ بأن الميناء مثل ما لاحظناه في الشوط الأول، وهنا فارزان شيرزاد. فارزان راح يصوب ممكن يصوب. الله جميلة هذه الكرة، دخل المساحة ومن ثم توغل وصوب على الزاوية البعيدة مرت بجوار القائم. يعني محاولة جميلة لنادي أربيل تؤكد الأحقية والأفضلية لأبناء هاولير، وأيضا باستحقاق بتحقيق نتيجة كبيرة. كانوا قريبين من إضافة الهدف الرابع في اللقاء من قبل فارزان شيرزاد.